أما بروفيسور، يعني كيف وجدت الثقافة أو أما الأدب العربي تحديدا، وهل هناك فعلا أرض مشتركة بين اللاتيني والعربي؟ بالطبع بالرغم من أننا لدينا العديد من اللغات الأصلية في أمريكا اللاتينية، فإن اللغة الأصلية هي الأسبانية، ونحن نعلم أن اللغة العربية لديها تأثير كبير على اللغة الأسبانية. أكثر من 800 كلمة نستخدمها في الأسبانية هي من أصول عربية، مثل أوهلا وألاخ وأسيتا. كل تلك الكلمات هي مأخوذة من اللغة العربية وجاءت إلى الأسبانية، وبالطبع يوجد عناصر كثيرة من الثقافة، مثل الطعام الذي نقوم بتحضيره في المكسيك، والعديد أيضا من الأمور الأخرى ومن مظاهر الحضارة الثقافية، مثل الرياضيات والجبر، هي متأثرة بالحضارة العربية. ولهذا أنا أتي مرة أخرى إلى مصر وأعيش هذه التجربة الرائعة، وأشكرك على هذا السؤال. إذن بالحديث عن المكان، أنت بدأت زيارتك لمصر من وسط المدينة، أو كما يطلق عليها المصريون وسط البلد. إذن كيف رأيتها بعين الشاعر، وهل شكلت لك إلهام ما؟ نعم، بالطبع أردت أن أبدأ هذه التجربة والرحلة في زيارتي الثانية إلى مصر في وسط البلد مرة أخرى، لأني أردت التواصل مع الناس. أردت أن أمشي في الشوارع وأنا أكل هذا الطعام المصري الرائع الذي أستطيع أن أجده بسهولة في هذه البلد. كما ذكرت من قبل، الوسيلة للتعرف على الناس هي عن طريق التواصل وكيفية التعامل معهم، وأن أكون قادر على التحدث إليهم، وأن أكون قادر على أن أتعلم بعض الكلمات التي تساعدني على القيام بهذا التواصل. وفي هذا السياق أسمي هذا المعجزة. نحن لا يجب أن حين نتحدث عن المعجزات، نحن لا يجب أن نتحدث عن الأمور العظيمة أو الكبيرة فقط، يمكننا أن نتحدث عن تلك الأمور البسيطة مثل التواصل مع الناس. فأنا هنا في القاهرة أبدأ رحلتي، مما جعلني قادرا أن أكون قريب من البازارات والمساجد، وأن أستطيع السير في الشوارع كما ذكرت من قبل، أن أتواصل مع الناس بشكل مختلف. هذا يعطيني قدرة على العيش جزءا من هذه الثقافة، أو الجزء الجوهري من هذه الثقافة العربية.